لا يخفى على أحد أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مصممة على إجراء انتخابات مبكرة لتطبيق أهم فقرات المنهاج الذي وضعته بعد منحها الثقة تحت قبة البرلمان في 7 مايو أيار الماضي. خطوة الكاظمي بتعيين عبد المحسن الهنداوي مستشارا له لشؤون الانتخابات أثارت تساؤلات عديدة حول جدية الحكومة الحالية باستكمال وتسريع إجراءات الانتخابات المبكرة في العراق، والتي تعتبر استحقاقا ومطلبا شعبيا منذ اندلاع الاحتجاجات في 20 أكتوبر من العام الماضي. الهنداوي وفي أول تصريح له أكد أن إجراء الانتخابات المبكرة تعد المهمة الأساسية الأولى في المنهاج الوزاري الذي قدمه الكاظمي، وعلى أن تكون مبكرة وعادلة وتستوفي المعايير الدولية، كاشفاً عن توجه لتشكيل لجنة وزارية لمراقبة استخدام ممتلكات الدولة والمال العام لأغراض مخالفة للقانون أو للكسب الانتخابي، ومنع تدخل المال الأجنبي وضبط المال السياسي. من جهة أخرى، خرج المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال ليعلن أن الحكومة الجديدة عزيمة على العبور بالعراق إلى بر الأمان عبر الانتخابات المبكرة. الحكومة هذه قابلة التحدي وعازمة على النجاح رغم كل التحديات الكبيرة، وتعمل ليل نهار من أجل حماية المواطن من هذا الوباء وحماية أمنه، وعازمة على الوصول إلى البلد بر الأمان، وهو الانتخابات المبكرة وهي المهمة الأساسية لهذه الحكومة. هناك تحديات عدة تصطدم بترجمة هذا التوجه وهذه الخطوة، وأهمها عدم توفر المستلزمات الأساسية لإجراء تلك الانتخابات من غطاء قانوني يتعلق باستكمال تشريع ملاحق قانون انتخابات مجلس النواب الأخير الذي لم يحسم لغاية الآن، فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الأقضية الذي يحتاج إلى حسم الحدود الإدارية لبعض المحافظات، وأيضا إلى تعداد سكاني والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية لإكمال نصابها لغرض المصادقة على نتائج الانتخابات. مع كل ذلك، لا زالت الفرصة قائمة أمام مجلس النواب والحكومة في إنجاز المطالب والاستحقاقات من خلال التجاوب مع آمال الشعب العراقي وتطلعاته.